بعد ما قال لك دير بالك على حالك وحلالك، وين راح؟ ما ادري يا عمي. المهم متى ودك تشوف فناطح؟ ما هو وقتها الحين. ايه وليه يا عمي؟ لانه لن رحت لديرة فناطح ودها تسألني وين هو الحلال اللي ارسلوها دنوش. وايش اقولها؟ اقولها طليبك هبيله ما بيده حيله، فضحنا وفضح حاله. الا الله يا عمي الله. الا تقول هي شي، انا ما صدقت بصديق الله، وانا لاقي وحده تحبني واحبها. لعاد الزوم ترسل باقي سياقها. ايه وشلون يا عمي؟ دلني ودك اروح اسرق حلال متعب مرتين ثانيه؟ اروح. لا 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 لا، ما هو وقتها الحين. خلها لوقت ثاني، خلها لمني اخلص منه. ها؟ من هو يا عم؟ من هو اللي ودك تخلص منه؟ ابو فناطح. ودك له يقبل بشليه غنم. هو وده شليه؟ ايه شليه. وفناطح تسوى خمس شلايه، ما هو شليه. واللي ما عنده سنون ما ياكل لحم هنيه. انا يا اخويا دنوش لو انها الجيزه سهله كان من زمان تجوزت، لكن عاد الجيزه ودها ذهب ذهب مثل اللي برقبت وماي. اي متى متى يا اخويا دنوش فناطح تصير حليلتك، واروح انا وين ونشتري ذهب مثل اللي برقبت وماي. اريد اروح الحين اصل عمي ابو كمال يسلم عليه. ايه وشلون وده يسرقهن؟ تنوش كل شيء قلت لك اياه عن ذهب كمايل تنساه وما تفكر بيه ابد. تفهم؟ كل شيء قلت لك اياه عن ذهب كمايل تنساه وما تفكر بيه ابد. يعقاب يا يعقاب، وين انت يا ولدي؟ يعقاب 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 هي يعقاب عمتي. هذا مطلق، خلنا نسال عليه. تعالي مطلق تعال. يلا يا عمتي. السلام عليكم. عليك السلام. ما شفت عقاب؟ خير علامه عقاب. ما في شيء لا سمح الله، لكن امه ودها اياه. ليه يا عمتي وديك عقاب؟ ودي اشوفه، ودي احكي معه. ليه يبات عنكم؟ ليه ما ينام ببيته؟ الله يسامحك، يعني الحين بيتي صار. لا لا يا مطلق، ما هو هذا القصد، لكن عمتي عتبانه عليه. متى شفته وين؟ يا مطلق، علامك يا مطلق، ليه ما تجاوبني؟ ها؟ ها؟ ايه؟ انت وايش قلتي؟ اقول متى وين شفت عقاب؟ ها؟ ها؟ وكاد دنوش عنده علوم، هذا هو هناك يرعى بالحلال، تعال خلنا نسأله. يلا يا عمي. يلا يلا. دايما يا عمي. صحة وهنا. على خبري انك طلعت مع وضاح وصقر للقنيس. هيك النية يا عمي، لكن وضاح وصقر يريدوا يتوخروا يومين ثلاثة، وانا ما اقدر اتوخر عن حلالي، وبالاخص راعي مريض. سلامته يا ولدي. الله يسلمك يا عمي الشيخ. اقول يا عمي. قول يا ولدي. هو ولدك عقام متجوز؟ لا لا ما هو متجوز. وليه تسأل يا مساعد؟ لانه طال عمرك صقر عارف علومه زين، وعقاب ما اعرف عنه شيء، وحبيت اعرف علومه. علومه علوم السلامه ان شاء الله. ومن هي ان شاء الله يوم يحكم النصيب؟ وكاد من بنات ديرتكم، لانه عيال الشيوخ
لزوم يتجوزوا من بنات ديرتهم، وبنات الشيوخ بعد لزوم يتجوزن من عيال الديرة. وليه لزوم يا مساعد؟ لاجل يكون له عزوة كبيرة، خواله وعمامه من نفس الديرة، وبهيج تزيد محبة الناس له والكل يحبه. لكن لما تكون أمه من ديرة ثانية تقل محبة الناس له. والمثل يقول ثلثين الولد لخاله، يعني لو كان خاله من ديرة ثانية يكون الولد ثلثين وما هم للقبيلة. كل شيء نصيب يا مساعد، والنصيب ما يعرف القبائل ولا العشاير. والرجل الزين يدور الزينات الأصيلات وين مكان. ما هو وحدة ثنتين، ما هو وراها تلتعم فراضح يوم تطلب. ما هو يا عمتك وما نزل ايدك يا دنوش وسمعني وش تقول. وانت ليه ودك عم عقاب؟ عمتك ام عقاب اللي ودها اياه، ما هي كماين. لين شفته قولي شفته، ولين ما شفته قول الله ما شفته. ايه شفته. وين يا دنوش؟ البارحة بالليل كان نايم عند عمي مطلق. اسنح سنح اللي تسنحك. وليه يا عمي؟ سنحة وعشمه بعد. البارحة بالليل شفته، حنا هنقل لك الحين اليوم شفته ولا ما شفته؟ إيه شفته تذكرت. الصبح راح من هان لله وكاد راح من هان لله راح من هان لله. خوف الله انه راح من هان. امشي يا كمايل امشي، خلنا ندور تل النبا الشرقي. امشي يلا يا عم يلا. شفتن يا عمي شفتن وعديتن وحدة. ويش هن اللي شفتهن وعديتهن وحدة؟ اللي ودي ارسلهن الفناطح الذهبات اللي برقوبة كمايل. لا يا دنوش لا، انا ويش قلت لك؟ لانه يا اخوي الحين فناطح ما ودها ذهب، خلها لبعدين. انا اقول لك ويش ودها فناطح. أصحك يا دنوش تقل عقلك، ها لا تساوي شيء غير لما تعلمني وانا اقنع فناطح انها تصبر عليك الحين. يعني فناطح ما تزعل علي؟ انا اقنع فناطح انها ما تزعل عليك. وبعد ما تقول اني كذوب. انا اقنعها انها ما تقول دنوش كذوب، بس اخاف ابوها جنيدح يجوزها لولد عمها. انا اقنع ابوها انه ما يجوزها لولد عمها. بس يا عمي يا مطلق اسمعهم يقولوا انه ولد العم يطيح بنت عمه ان ظهر الفرس. انا اقنع ولد عمها انه ما يطيحها عن ظهر الفرس. ولا اقول لك انا اقنع فناطح انها ما تطيح عن ظهر الفرس. اقتنعت يا دنوش ولا اقنعك؟ لا يا ولدي ما ريت شيء، لكن لا توخر. بإذن الله. سلم عليك. مع السلامة. هلا يبا. انت فضة بنيتي، ما انا مصدق حالي وقاعدة تعجلي بعد. ما هي ملافي مريضة يبا، وما يصير يظل ضيوفنا من غير زاد ولا مي. وبعد ما يروحوا ضيوفنا لإن كان ظلت ملافه مريضة لسمح الله أظل أرد الماء،
وعجن العجين وخبز الخبز واجيب الحطب بعد. لعاد اروح عند ملافي واقول لها ان شفاك الله ظلت ساوية حالك مريضة. لان كان ودك ايانا ظل مثل ما انا الحين اظل. لا يبا، انا اعرف انك بنت معدلة، لكن لزوم ملافي تخدمنا لجل نعطيها اللي به النصيب. لا هي ولا ولدها يقبلوا مساعدة من غير ما يقوموا بشغلة. يلا يا بنيتي وفي اللي بيدك وخلنا نزورها ونتطمن عليها. هو عم الشيخ غانم ما هو بالشك؟ لا يا بنيتي، طلع مع مساعد يتفرج على الحلال ويفضى عن حاله. وكاد يبا؟ ايه يبا. ومن اللي شار على الثاني بهذا الشيء؟ مساعد هو اللي شار عليه، وعمك غانم وافق. لكن ليه تسألي؟ لا لا ما بي شيء يبا. لكن وش اللي يخلي مساعد يعرض على عم الشيخ انه يرافقه؟ وكاد انه مساعد وده يحكي معه بسالفه وما وده ايانا اعرف وشي. المهم وفي شغلك وخلنا نروح نزورها. لا لا يبا، روح انت من حالك. لا في هناك ما يطلع من بيته لاجل امه مريضه. انا خلني هان ودي الحق اجهز الزاد. زين يا بنيتي وديري بالك، مسعف ما هو بالشك. مع السلامة يوبا وتطمن. علامك يا مساعد، المتى ودك تظل ساكت؟ قول يا ولدي ويش السالفة اللي ودك تحكي معي بيها؟ بالأول ودي أرجاك يا عم الشيخ ما تفشلني باللي ودي أعلمك بيه. والله عاد يمكن تقدر عليه، تراني ما قصر. بالعون إنك تقدر يا عمي، تقدر وزود بعد. زين قول يا مساعد. أنا يا عمي وحيد ومالي حد بالدنيا غير الله ثملة جويدة اللي مثلك. ولا تهون يا ولدي، ولو إنه اللي بديت الشيخ وافي ما هو وحيد، لأن الشيخ وافي يحب الجميع. أدري يا عم أدري، لكن أنا قلت لك هالكلام لأجل الموضوع اللي ودي أعلمك به. لا تقولوا اللي ودك إياه، هذا نسمع. أنا يا عمي للحين ما تزوجت مثل ما قلت لك، والقلب انشغل بوحدة من بنات الديرة، وأنا أريدها وهي تريدني بعد، لكن أنا وياها نخاف نعلم أبوها لأجل أنه ما يوافق، لأني مثل ما قلت لك يا عمي مالي لا عم ولا خال ولا بي اللي يكونوا سند لي لاجل يطلبوا لي اياها. والبنيه يا عم الشيخ محتاره وانا محتاره ازود منها، لكن والحمد لله جيتك ردت لي الروح، قلت لف الوقت المناسب واريدك يا عم الشيخ تطلب لي اياها على سنه الله ورسوله. ما يخالف يا ولدي، انسان ودك. اليوم انا وعمك الشيخ وافي روح نطلبها لك. بارك الله بيك يا عم الشيخ، لكن عم الشيخ وافي ما ينفع يكون بالجاهة. شلون يا ولدي؟ لأنه أبوها. أبوها؟ أنت تقصد فضة؟ إي بالله يا عمي، وأنا داخل على الله ثم عليك إنك تطلب لي إياها. والبنت؟ البنت ويش هو رأيها؟ موافقة يا عمي موافقة. وكاد يا مساعد؟ وكاد يا عمي وكاد. زين يا مساعد زين يا ولدي، خلنا نفكر بالأمر وباكر إن شاء الله يصير خير. ليه باكر يا عمي؟ ليه ما هو الحين؟ أريد أتطمن ويهدى بالي يا عمي. أرجاك يا عمي لا تشرب القهوة غير لما يقول لك ابشر باللي جيت بيه. زين يا ولدي، ما زال ما ودك تفوت البيت معي، رح الحال سبيلك وأنا روح من حالي وإن شاء الله ما يصير إلا الخير. إن شاء الله يا عمي إن شاء الله. يلا نسلم عليك. بمان الله يا عمي بمان الله. يا ولد عمي عساك هرجت مع عقاب وتوكدت اني ما علمته بشيء،
وشلون ودي اتوكد منه يا مطلق؟ انا ادري ويش هو ولد عمي، وادري بعد شلون ياخذ اللي وده اياه وما يقدر عليه احد. لاجل هيك ما اقدر اقول لعقاب انه ولد عمي دواش وده يحرق بيت ابوك. وليه ما تقدر يا مطلق؟ الاوله لانك ولد عمي. اها. والثانية لابد ما تعلمه بسالفة السم اللي دست أمه بزاد أبوه. يعني لن فسدت عليك أو بعتك للغريب، أكون بعت وفسدت على حالي. والثالثة صرت أشوف نفسي قدامك مثل الجرادة قدام البعير. شلون يا ولد عمي؟ انت فاهم وش قصدي يا مطلق؟ هذا شيء يفرحني وما يزعلني انه يكون ولد عمي قد حاله، لاني ودي احط ايدي بيد رجل شجاع. انت قول يا ولد عمي وانا اهل عيناك. ود عقاب بياض طريقه يطلع من الديره ويلحق ابوه لديره الشيخ وافي. ليه يلحق ابوه لديره الشيخ وافي؟ لاجل اعرف شغلي معاه بالطريق. ودك تذبحه؟ ما هو انا يا ولد عمي. لعاد من هو؟ سويلم من هو سويلم؟ سويلم ما غيره يا مطلق. معقوله تكون نسيته؟ لا ما نسيته، لكن ما خطر على بالي انه هو اللي تقصده. المهم الحين ما سألتني شلون شفته ومتى شفته؟ اي بلعون، شلون شفته ومتى شفته؟ يا هلا. سلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. ها عسى الحلال والعشب صر خاطرك. اي والله يا ابو وضاح كل شيء سر الخاطر. ومساعد ما عود معك؟ لله، كان وده يوصلني لهان ويعاود، قلت له لا تتعب حالك، انا اعرف طريقي من حالي. صحة وهنا، وش رايك بزاد؟ لا خله لبعدين الحين. حط الدلة من ايدك وتعال، ودي احكي معك بهالسالفة. اي والله. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. لا تؤاخذني يا عم انا تأخرت. ما يخالف يا ولدي. تفضل يا ابو عقاب، قول ويش هي سالفتك؟ لا ما بي سالفه ولا شيء يا ابو وضاح. انا قلت له تعال اقعد لاني شايفك مشغول البال على ولدك وناسي ان ولدي معه وما انا مشغول البال مثلك. لا ما هو هذا اللي شغلني. العاد ويش هو؟ الحين أعلمك. يوبا يا فضة. يا خير يوبا. جهز الزاد لملافي وخلي مسعف يوديه. زين تامر يوبا بالحال. ما هم عارفين انه هو اللي سرق ابوي واكل حقوقه؟
وانت ايش لك تسالني اذا كان في حاجه ولا ما في حاجه؟ يا عبد الرحمن انا خايف زوجتك لا تكشفك. هو عارف اني انا ولد الرجال اللي اكل حقوقه وضحك عليه وطرده. زوجك سرق. انا لازم اشوف حل معه. يا ابوي يا حبيبي الشكل هذا رح نخسر وما رح نكسب اي حاجه. نفس الاسلوب اللي ضحك على ابوي؟ وش اللي يدور في راسك وتفهمني وتخلصني؟ ليش السجن يا استاذ مصطفى ليش؟ انا ماني قادر اتحمل. عندما تغيب الحقيقة يوميا 9 مساء على قناة ذكريات. سويلم مغيره ولد راجح؟ ايه مغيره. وش اللي جابه على بال دواش؟ يقول شافه اليوم عند الغدير. غدير ديرتنا مغيره؟ ايه يمه. وانت صدقت شذبت ولد عمك؟ بالاول ما صدقته وبالتالي صدقته. لا يكذب. انت هبيله يا ولدي؟ شلون هبيله؟ بلعون انك هبيله. ولو دواش قال هالكلام لدنوش غير انه يكذبه ولن صدقه غير علم الجميع انه دواش يلتقي ويحكي مع سويلم ولد راجح. ومن هو سويلم عند ربعنا؟ سويلم اللي سرق الحلال، سويلم اللي طرده الشيخ غانم من الديره. هذا اللي يعرفه الناس عن سويلم. وشلون ودك اياه يا الفلهان؟ وشلون ودك تصدق انه ولد عمك دواش استرجى يحكي معه وهو يا ولدي؟ ما ودنا نفضح حالنا. انت هبيلة يا ولدي. اقنعيني اقنعيني بكلامك، خليني اصدق اني هبيلة. زين يا ولدي، بالاول ويش اللي يخلي سويلم يرد على ولد عمك دواش ويقتل عقاب وهو بطريقه لديرة الشيخ وافي؟ ويش هو؟ خلنا وافي. الثانية، ويش العداوة اللي بين سويلم وبين عقاب؟ لأنه عقاب ولد الشيخ غانم، والشيخ غانم هو اللي طرد سويلم من الديرة. زين، لعاد ليه ما ساوى هالشي بوقتها؟ ولا بعدها بيوم يومين جمعة جمعتين؟ ليه لما ينتظر ولد عمك على شلون ياخذ حقه؟ لعاد ليه دواش يكذب علي؟ ولد أمك وده يقول لك إنه سويلم بعده عايش وإنه يقدر يعاود الهان للديرة وإنه يقدر يصلك، لأن دواش علمه إنك أنت اللي فكرت بسرقة الحلال، وسرقة الحلال هي أساس البلا من أول. لعاد هيك يا دواش. زين يا ولد عمي، لما خليتك تنش قدامي ما أكون أنا مطلق. لا يا ولدي، لا يا ولدي، هذا الحكي ما هو وقته الحين. لن تقدر تتشاطر على ولد عمك ولا هو يقدر يتشاطر عليك. خلي كل شيء مخفي ومودر وساير ولد عمك. ولن خبرك بأي شيء أو علمك قل له انطيني وقت أفكر وتعال علمني. روح الحين للحلال، ما ودنا يقولوا أنك مقصر بواجبك. يلا يا ولدي. زين يما زين. والله يا دواش ما انت قليل. لا لا يا غانم، وكاد مساعد كذوب. وليه يشتب؟ يجوز في الظهر تريده. ابنيتي وانا عارفها زين، لو بي من اللي يقوله مساعد كان علمتني ما تخبي شيء. يا اخويا وافي، الأمور هاي ما تنقال. لو البنت أمها عايشة الله يرحمها يجوز تعلمها ويجوز ما تعلمها. وما هقيت إنه البنت تقول لأبوها اللي بقلبها. بلعون إنك حيرتني، وخاف لأن سألت البنت وتطلع السالفة صحيحة، حينها مدري ويش أساوي. البنت لازم تختار اللي ودها تعيش معه طال عمرها.
يا أخوي وافي زماننا راح، ما هو مثل أول. بعدين افرض إن السالفة صحيحة، أنت وش رأيك بمساعد؟ وضاح أخبر بي مني لأنه رفيقه، وأنا ما سمعت عنه غير الخير. لعاد ليه تزعل لأن كانت السالفة صحيحة؟ قال لي مزعلني ليه ما علمتني بهالشي؟ ليه؟ أنا لزوم أسألها وأعرف منها كل شيء. اقعد يا وافي، اقعد، وش بلاك؟ اسمع، نادى عليها، أنا ودي أسمع رأيها بعد. مازال ما سمعت عن مساعد لك الخير، لزوم أسمع رأيها من ثمها. إن ظنك إن غير رأيها وتدخل بأمور تخصها أول عتالي؟ لعاد ليه ودك تحكي معها من حالك؟ زين يا غارم. يا فضة، يا خير يبا. تعالي يا بنيتي، ما بي أحد غيري أنا وعمك أبو عقاب. قاعدة أجهز لكم بزاد يبا. لعاد نتغدى بالأول وبعدها نعرف وش رأيها. رأي زين. وانت ليه ما علمتني بحينها؟ ايه انا لحقته لاجل اسمع وش وده يقول المتعب، ومتعب وش وده يرد عليه. وما سمعت ويش قالوا؟ لله، لكن انا شفت متعب ينطي عقاب حبل صغير حلقي. والحبل هذا وين كان؟ ايه كان مربوط برجل شاه من الشياه، الشاهد غمى اللي سرقتها بالتالي. لعاد هيك. زين يا عقاب زين. اسمع يا دنوش. يا خير يا عم. ترى اني سمعت انك قلت كلمه زياده عن اللي ودي اقول لك اياها الحين، ما تلوم غير حالك، لانه مذبحك عقاب انا اللي ذبحك. لا 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 يا عمي، انا ما ودي اموت، انا ودي اعيش لجنة تجوز فناطح. إيه وانا هيك اقول بعد. اسمع ارخى ذانك زين واسمع كل كلمه ودي اقول لك اياها، وكررها 10 نوبات لجل تصمها صم. بيك يا ولد عمتي. وبيك يا كمايل. وين خالي؟ بمجلس ابوك، اقعد الحين اروح اناديه. لا لا ماني جاي اقعد، انا جاي اسالك عن شغله. بالاول اقعد، خلنا نطيح الطاسه على النار. زين. بسم الله الرحمن الرحيم. عمه يا عمه عمه. خير يا كمايل. احزري يا عمه، احزري، من هو اللي فالحين؟ وليدي وليدي عقاب. اي يا عمه اي. يا هلا بي. يا هلا لا يا وليدي لا، خلك قاعد وانا عاود للمحرم. المهم اني شفتك وتطمنت عليك. وان كان ظل اللي عندك شال، خلنا انا اجهز لك الزاد يا وليدي لجل تاكل. زين. الحمد لله الحمد لله. كمايل. نعم يا عم. روح صبي له قهوه وخليك عنده قبل ما يغير رايه. زين زين يا عم زين.
قواك يا مطلق. هلا 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 عقاب، وين انت يا رجل الكل يسأل عليك؟ عساك رحت البيت خالك، ترى امك مشغول بالها عليك اكثر من الجميع. علامها ما هي راضية تشعل؟ اي وكاد الحطب بعد اخضر. عاد انا يا اخوي ودي اشعلها لاجل اجهز لك القهوة، الحين امي تلفي وتجهز لك الزاد. اي تفضل يا اخوي تفضل، اشغلت فكر النار وما فضنت اقول لك تفضل. بس وكاد بعدك فاطن، وش هو اللي شاغل فكري؟ عن ويش قصدك؟ فتدري وش هو اللي محير عمري ومخليني هاجم من بيتي؟ ايه ظنيتك ناسي السالفة. وشلون انساها يا مطلق؟ يا اخوي ما دام الامر هيك، وش رايك تسمع كلامي وتروح لدينة الشيخ وافي؟ بلكي على الله قدر الشيخ وافي يحنن قلب عم الشيخ عليك. بلعون انك جبتها يا اخوي يا مطلق. اي زين، او متى هناوي؟ يومين ثلاثة ان شاء الله. اي وليه يومين ثلاثة؟ ليه ما هو باكر؟ واليوم يكون احسن. تخاف ابوك يعاود قبل ما تصل؟ انت ناس ان هالطريق ودها يومين؟ او لا تنسى تاخذ معك ذهاب للبرودة، السراقين ما من وراهم امان. لكن انا ما اقدر لا اروح لا اليوم ولا باكر. وليه ما تقدر؟ وايش اللي يمنعك؟ هو بي شيء اهم من اللي انت رايح لاجله؟ لله ما بي، لكن الزوم افكر زين وايش بدي اقول للشيخ وافي. ما اقدر اعلمه بسالفة السم. ايه معلوم ما تقدر، لانها تصير فضيحة وعليها شهود. ولجل هيك الزوم افكر زين، والزوم بعد اخذ راي امك، وكاد عندها حل السالفة. اي زين، لعاد خلنا اروح اناديها. لا لا لا، خلها لليل، ما انا الليلة بعد ودي انام عندكم. اي حياك الله حياك الله. اشعل النار وعمر الدال. بالحال بالحال يا ولد الشيخ، وبعد ما نشرب لي قهوة انت تقعد هناك مرتاح والقهوه قدامك، وانا يا اخوي ودي اروح للحلال، وكاد الحين ولد عمه دواش من غير زاد. تفضل يا اخوي تفضل. الله يزيد فضلك. حياك الله. تعال اقعد يا وافي. وكاد المسعف ما لقاه بالمرعى وراح يدور عليه مكان ثاني. وين ودك تروح مني يا مساعد؟ ولهالسبب اقول لك تعال اقعد. وين وده يروح يعني؟ انا اللي لزوه ما اعرف شغله معه، ما هو انت. وانا ويش اللي حرق دمي غير انه كذب عليك؟ وانا اسال روحي شلون وليه يساوي هيك؟ أقول يا وافي، جيجوز الفضة ما علمتنا الصحيح. وش اللي يخليها ما تعلمنا الصحيح؟ يجوز إنها خافت منك. وأنا أقول قبل من حكي معه رد كرر على فضة وطمنها، لأن كان اللي قاله مساعد صحيح إنك ما تزعل عليها وإن ما لك اعتراض على مساعد. رأي زين، ولو اني متوكد انه ما قالت غير الصحيح. وللف مساعد قبل ما تعاود فضها من المحطاب لا تحكي معه انت، انا اللي ودي احكي معه. دواش وده ويانا نروح نتعلل معه عند جويعد. قل له أمي قبل شوي لفت من هناك. لا ما هو عندي جويعد بالمجلس، ببيته ببيته. شلون ودك إيانا نروح لبيته وحنا عارفينه بالمجلس؟ أنا روح أقعد مع وطفة وكمايل، وانتو مع من تقعدوا؟ يقول يجوز عقاب هناك. قل له عقاب ما يروح هناك. اسمع قل له انك تعبان ودك تنام، ما ودنا عقاب يلفي وهو هان. لا يمه
خلوه هان وخلوه هو يسمع بذانه انه عقاب وده يروح لديرة الشيخ وافي. ويش رايك بعقل ولدك؟ الحين صرت تفكر زين يا ولدي. بس اسمع قبل ما تفتحوا سالفة روح عقاب لديرة الشيخ وافي الزوم حكي مع عقاب من حاله. بعدين علمك لي روح الحين روح. زين زين.